هلا رح ننتقل لسكشن 12.6. هذا آخر سكشن معنا بهذا الشابتر. هذا السكشن فيه رح نتعلم كيف نرسم سيرفيسز، وبالذات يعني تحديدا كوادريك سيرفيسز عنا في السبيس. قبل ما نرسم سيرفيس في السبيس بنحتاج إننا نعرف ما يعرف باسم التريسز أوف سيرفيسز، وهذه التريسز كتير رح تساعدنا بشغلنا بالمادة. إيش يعني تريسز يا جماعة؟ نشوف التعريف مع بعض. التريسز هم كيرفز، the curves that can be obtained from the intersection of the surface with planes parallel to the coordinate planes. هلا ال coordinate planes مين بذكرني فيهم؟ هاي قاعدين بنراجع بمعلوماتنا بالمادة، مين هم ال coordinate planes اللي هم ال x y plane؟ إيش معادلة ال x y plane؟ ذكروني فيها. زد equal zero. وال x z plane أكيد ال y equal zero. وآخر شو إيش بقى معك؟ مش ال y z plane اللي هو معانا ال x equal zero. إذا في عندي three planes. لما أجي أحكي لك تقاطع ال surface مع ال coordinate planes أو أي plane موازي لهم، يعني كيف موازي لهم؟ تخيلوا معنا كيف دائما بحب أقرب الصورة على الأرضية. مثلا إحنا لو أنت هلا بقاع بغرفة قاعد، الأرضية إيش بتشكل؟ x y plane ولا x z plane ولا y z plane؟ إيش بتشكل بالنسبة لإلك؟ x y plane، لأنه الارتفاع صفر معنا في هذه الحالة، بينما السقف موازي لل x y plane. واضح الفكرة؟ فلما الآجي بقول بقطعه أو بقطع موازي مثلا بهاي الطريقة. في الحيطان عندك مثلا بالغرفة، كل حيط واحد منهم بدك تتخيله، إذا أنت خليت الأورجن هي أحد الكورنرز اللي بالأسفل، واحد منهم بيكون هو جزء من البلين، واحد موازي لإله. يعني هاي هي الفكرة. هلا التقاطع السيرفس مع هالبلينز او الموازيين لإلهم، مع الكوردينيت بلينز او بلينز موازيين لإلهم، ايش بسموه؟ بسموه تريسز، او في كتب قليله بتسميه الكروس سكشن، احنا بنسميهم هون تريسز اوف ذا سيرفس. اقرب لكم الفكره اكثر وليش احنا بنهتم بالسيرفس بالتريسز. شايفين هذا السيرفس اللي باللون الازرق مثلا؟ بدي احاول ارسمه او بحاول اتخيله لهالسيرفس. كيف بدي اتخيل السيرفس هذا؟ فبحاول اوصف لك اياه، بحكي لك اذا انا قاطعته مثلا مع هذا البلين، مين بعطيني هذا البلين؟ هذا ايش؟ هذا اكس واي ولا واي زد ولا اكس زد؟ هذا البلين هذا زد اكس. زد اكس كي لا نعم مين اللي ثابت؟ لا انتبه معي، كيف انا بتحرك يمين ويسار؟ اهلا وسهلا، زد واي واي زد واي زد. ايوه واي زد او زد واي، واي زد او زد واي ذا سيم واي زد بلين. بقول لك لما اقاطعه مع الواي زد بلين بيطلع لي زي هذا الكيرف اللي بالاحمر، ماشي؟ كل ما اقاطعه بيطلع لي كيرفز بنفس الطريقه، اوكي؟ فانت يمكن هذا يساعدك انك تتخيل، يعني بحاول اوصف لك الشكل عن طريق التريسز. واضحه الفكره كيف معي؟ كثير بيساعدني بالرسم على فكره التريسز، اوكي؟ هلا اوضحها اكثر. تخيل لي هالشكل، انت مثلا انت مش قدامك الشكل، انا بدي اوصف لك اياه. شو بقول لك؟ قاطع لي اياه مع الاكس واي بلين رح يعطي نقطه، ماشي؟ مع الارضيه اعطى نقطه. قاطع لي اياه مع بلين زد ايكوالز كي، يعني موازي للاكس واي بلين، رح يعطيك. شايفين لما اقاطعه مع الاكس واي بلين مع موازي له مع هذا اللاين اللي البلين اللي بالزهري، بعطيني سيركل، اذا انتبهتوا اللي هي هاي السيركل اللي بالاحمر، اوكي؟ وكل ما اطلع السيركلز بتصير تكبر تكبر معنا، يعني نصف القطر بزيد. انت بتعطيك شويه صوره عنه. طيب إشي ثاني، لو قطعت لي مع هذا البلين، اذا منتبهين معي هذا البلين كيف متحرك؟ هذا البلين معنا كيف جاي؟ يمين، عفوا، نعم يمين ويسار معنا، اوكي؟ الاكس ثابته، مش متحركين للأمام والخلف، وأعلى وأسفل، فهذا موازي للبلين X equal Z اللي هو الواي زد بلين، تمام. بقول لك لما أقاطعه مع الواي زد بلين بعطيك بارابولاز، شايف كيف؟ قطوع مكافئة. ولما أقاطعه مع هذا البلين، مين اللي ثابت؟ هذا مين البلين؟ أعطوني وصفه. واي زيرو واي واي مش هذا واي إيكوالز كي مثلا، موازي
موازي للواي إيكوال زيرو، لأنه شوف كيف بتحرك أمام وخلف أعلى وأسفل. فالمهم تمام لما أقاطع معه هذا اللي هو بنسميه إحنا إكس دي بلين، عفواً بارالل تو إكس دي بلين، طلع بارابولاز. فأنت بصير عندك صورة بتحاول تتخيل كيف شكل الرسمة رح تطلع، في الأخير بطلع لك هذا الشكل واضح. فأنا عشان أرسم سيرفيسز في البلين أحياناً لما أكون بعرف التريسز بحاول بساعدوني كتير بالرسم وكتير، وبعدين بساعدوني أني أتخيل أصلاً كيف الشكل الناتج. واضح إيش أهمية التريسز؟ أنت بتاخد تقاطع الكيرفز اللي ناتجين عن تقاطع البلينز أو موازيين لإلهم للكوردينيت بلينز، وهالتقاطعات كتير بتساعد في إعطاء فكرة عن السيرفس اللي أنت بدك الآن ترسمه مثلاً أو تتخيله. أوكي، هاي هي هذا الهدف الأساسي عن مع القليل هون بالشغل. هلأ ناخد الآن طيب هذا السيرفس اللي راح نحاول نرسمها ونستغل معرفتنا للتريس لإلها يتساعدنا في عملية الرسم، رسم تقريبي طبعاً لإلها، اللي هم الكوادريك سيرفيسز. ايش يعني كوادريك سيرفيسز؟ من اسمها سطوح ايش؟ تربيعية. عاشي بسميها السطوح التربيعية، يعني الناتجة عن ايش؟ عن اللي ممكن اوصفها بمعادلة تربيعية. طب كيف يعني معادلة تربيعية؟ بالله شوفوا لي كيف المعادلة التربيعية. لما احكي معادلة تربيعية يعني اعلى قوة رح تكون لها اثنين للفاريابلز، X تربيع، Y تربيع، Z تربيع. طبعاً بصير إنه يكون عندك لأنه 3 variables، بصير الX مع الY، الX مع الZ، الY مع الZ، بصير يكون الباور أقل X، Y، Z مثلاً. بس بدياكم تنتبهوا لإشي كتير مهم، المعادلة التربيعية ما بصير يكون في عندك X، Y تربيع مثلاً، ما بصير، لازم يكون أقصى قوة اثنين. كيف يعني؟ لما أجي أحكي لك درجة الترم مثلاً، X تربيع في Y، هاي قديش القوة بصير؟ قديش مجموع القوة؟ مين بعطيني إياه؟ قديش مجموع القوة هون؟ بهذا الفيريبل؟ ثلاثة، هون اثنين وهون واحد، إيش مع القوة؟ ثلاثة، هاي ما بتشكل كوادريك. شوف بالكوادريك، سمح لي أخذ اثنين أضربهم في بعض، لأنك لما تجمع القوة قديش بتطلع معك؟ اثنين. بس ما بصير تضرب ثلاثة في بعض، ما بصير يكون عندك التربيع مع إشي تاني مثلاً variable تاني. يعني هذه هي الصورة المثالية لquadric surfaces. The equation of a quadric surface in space is a second degree equation، معادلة من الدرجة الثانية، ما بصير إنه تكون مجموع القوى أكثر من اثنين. In three variables زي ما أنتوا شايفينها. طبعا هذه السطوح التربيعيه رح ناخذ ثلاث اشهر سطوح تربيعيه، عفوا ست اشهر سطوح تربيعيه. فبنقول there are six basic types of quadric surfaces، في عندنا ست انواع من السطوح التربيعيه. هلا رح ندرسها مع بعض، اللي هي اسمائها موجوده هنا اللي بالمعروضه عندنا في الاسفل. هلا رح ندرسها واحد واحد. احنا رح ناخذ اول واحد بمحاضرتنا اليوم، تشوفوا عن طريقه نعمل هلا وصف كيف انا بقدر ارسم هذا الشكل اللي معي. شوفوا لي بالنسبه للشكل اللي موجود عندي، X تربيع على A تربيع، Y تربيع على B تربيع، Z تربيع على C تربيع بتساوي واحد. هذه المعادلة بسميها الستاندرد فورم لهذا السطح للكوادريك سيرفس الموجود معي. يا جماعة لو الـ A والـ B والـ C متساويات، إيش الشكل بطلع قبل ما أبلش؟ إيش بتتوقعوا؟ لو الـ A والـ B تمام 100%. بس يا هلأ افرض إنه لو ما كانوا متساويين، كيف الشكل رح يطلع؟ وكيف أنا بقدر أحذر الشكل اللي رح يطلع معي؟ شوفوا لي الإيش بيضاوي؟ بيضاوي، نعم. ليش بيضاوي؟ هو الشكل اللي عندك تحت إذا ما انتبه. أصلا هذا الشكل زي شكل البيضة تماماً، أو زي شكل إيش بدي أقول لك، زي كرة القدم الأمريكية، شيء الطابة الأمريكية بتاعت كرة نفس الشكل، هاي الطريقة. هذا الشكل، طب كيف بدي أعرف إنه الشكل رح يطلع معي بهاي الطريقة؟ هذا مثال كتير بسيط بنوضح فيه الفكرة. إيش اللي رح نعمله يا جماعة؟ اتفقنا رح نلجأ للتريسز. إيش رح أعمل؟ أول مرة بقاطعه مع البلين زد إيكوالز كين. إيش يعني بقاطعه؟ هذه المعادلة لازم تحقق، ولما أعوض محل زد بكي لازم يعطيني الكيرف. هذا الكيرف هو ناتج عن تقاطع، كيف مسكت هالشكل لما قطعته قصيته في هالبلين أعطاني شكل كيرف معين.
لما زد بتساوي كيف طلعوا معي شو بصير؟ بسطت المسألة، كل اللي عملته نقلت الزد لما عوضت محلها بكي للطرف الثاني، أعطتني هاي المعادلة، يعني نقلت الكي الزد لهون، صارت كي تربيع عسي تربيع. سؤال يا جماعة، حتى هذا المقدار إيش بتعرف عنه؟ إشارته دائماً إيش بتكون؟ دائماً موجبة أو بصير بحالة خاصة أنها تساوي صفر. فهاي إمتى بتكون بوزيتيف؟ بتكون بوزيتيف لما أكيد يكون هذا المقدار أقل من الواحد، مزبوط؟ فلازم يكون أقل من واحد، يعني الكي وين لازم تكون محصورة؟ بين السي والسالب سي. طيب إمتى بتكون بتساوي صفر؟ لما أو زيرو؟ لما تساوي صفر، لما يكون هذا الطرف قديش بيساوي هذا الحد؟ مين بحكي لي؟ إمتى الطرف الأيسر بيساوي صفر؟ الأيمن عفواً لما يساوي واحد كله هذا، يعني إيش يعني بيساوي واحد؟ كيف تساوي سي أو سالب سي؟ تمام، عشان هيك بقول لك هذا بيساوي صفر. معلش إذا كانت البوينت معي هي زيرو، هلأ منشوف إحنا هلأ التفاصيل بنقرأها، بكون بتساوي صفر. برجع معكم شوفوا لي التفاصيل، X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع بتساوي صفر، ماشي؟ وأنا عندي إيش بالمعادلة؟ بقول لك زد بتساوي كي، منقول هذا الحكي لما الكي بتساوي زائد أو ناقص تي. طب إمتى حاصل مربع عددين تربيع عددين بيساوي صفر؟ لما الأول صفر والثاني إيش لازم يكون بيساوي؟ صفر، مش هيك؟ طيب إيش النقطة اللي رح تتكون؟ النقطة هي صفر صفر سي أو صفر صفر الكي اللي هي سي أو سالب سي، تمام؟ عشان هيك أنا شو بقول هون؟ إذا الكي بتساوي زائد أو ناقص سي، الشكل اللي برسمه إيش بطلع معاي؟ عفواً التقاطع بطلع نقطة، والنقطة اللي هي صفر صفر سي أو صفر صفر سالب سي، تمام؟ طيب أما إذا كانت الكي بين السالب سي والسي، هذا بطلع عدد موجب. تخيل معاي هذا عدد موجب، عدد موجب هذه بدنا كيرف. كيرف يعني صرت أنا أشتغل بالمستوى أصلاً، هذا الحلو بالتريسز، أنت لما تثبت أحد المتغيرات بصير أنت تشتغل بمستوى، فبصير شغلنا زي اللي اشتغلناه بكالكولس 1 وكالكولس 2. يعني تذكروا بس أرجع معاكم، لما أجي أقول لك X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع بتساوي 1، هاي معادلة إيش كانت؟ رجعوا إن بلين المستوى، إيش كانت هاي المعادلة؟ رجعوا كالكولس 1، إيش على طول بس تشوف؟ لا، حالي خاصة السيركل، أعمم أكثر، إليبس، مش هيك؟ شكل بيضاوي، تذكروا كيف كنا نرسمه؟ كنا مش الإكس هذا لازم يكون واحد، كنا نشوف هاي مقسومة على A تربيع، معناته اللي رح نقطع الإكس أكسس عند الA السالب A والA، كنا الواي مقسومة على B تربيع فبنقطع عند الB والماينس B، وكان الشكل يطلع معاي هيك، هذا الإليبس هذا هو الناتج، فالشكل هو إليبس رح يكون، بقطع الإكس والواي عند النقاط اللي موجودة معنا. طيب يا جماعة، كل ما زاد المقدار اللي بالأسفل إيش بصير للإليبس؟ بيكبر ولا بصغار؟ منطق المقادير اللي بالأسفل لما تزيد لما تكبر إيش بصير لهالشيء؟ لا كيف بصغار؟ يعني لما أجي أحكي لك اقسم على 25 بصير تقطع عند الخمسة والسالب خمسة، مزبوط؟ لما يصير أربعة وين بصير أنت تقطع؟ عند الاثنين والسالب اثنين. كل ما كبر بالعكس بكبر، لأنه هون الطرف الثاني بدك تنتبه، أنا واحد مثبته واحد ما بتغير قاعد. أوكي؟ خليني أرجع معاكم للرسمة اللي موجودة هون، معناته هذا رح يعطي دائما الرسمة إليبس في لما أخذ تقاطعاته في البلين، بطلع إليبس الرسمة الشكل هذا، الإليبس أكبر إليبس على الإطلاق. مين بحكي لي لما هذا المقدار قديش يساوي؟ لازم يكون صفر، مش هيك؟ أكبر إليبس ممكن رح يطلع لما هذا، عشان هذا يصير واحد معي، فهذا أكبر إليبس رح يكون. طب إمتى بكون هذا أكبر ما يمكن؟ لما يكون الكيب صفر، يعني لما نكون في الإكس واي بلين. أوكي؟ بدياكم بس تطلعوا معي هيك سريع في الإكس واي بلين، شوف لي كيف الرسمة رح تيجي هون، يمكن هاي أوضح. هي عند الـ A والسالب B، هي الـ B وهي السالب B، وهذا الإليبس اللي جاي عندكم هون اللي هو نفسه بالأحمر، هذا الجزء اللي أنا بأشر عليه يا جماعة. أوكي؟ فرح يطلع معي هذا الإليبس، كل ما طلعت لفوق شو بصير الإليبس معك ما في هاي الحالة؟ بضل يصغر يصغر لحد ما وصل لـ C بتحول لنقطة،
كل ما نزلت لتحت الإلبس بيضلوا يصغر يصغر لحد ما يتحول أيضاً لإيش؟ يتحول معي لنقطة. واضح الجزء معي هذا؟ هذا أول جزء معنا. إذا الواي بتساوي كي بنفس الطريقة، أنا لما أثبت واي رح أعطي، بس حتى ما أشوشكم كتير بدي أعطي حالة واحدة، لما الواي أو لما الواي بتساوي صفر معي، لما الواي بتساوي صفر إيش رح يطلع معكم؟ X تربيع على A تربيع زائد Z تربيع على C تربيع بتساوي واحد. هذا لما الواي بصفر، يعني لما الكي بصفر. أوكي، شو الرسمة؟ رسمة إيش هاي يا جماعة؟ هاي إليبس، مش هيك معك نفس الإشياء؟ إليبس رح يقطع أي أكسسيز؟ اللي هو الX والZ. شوفت، رح تقطع الX عند الA والسالب A، رح تقطع الZ عند الC والسالب C. شوف هذا الإليبس اللي جاي للأمام والخلف، إذا انتبهتوا له، هذا الإليبس اللي أنا بأشر عليه، كيف هذا رح يطلع؟ طبعاً كل ما اتجهت لليمين واليسار معك بضلوا يصغر يصغر يصغر، وبتحول في الأخير لنقطة لما هذا المقدار يصير بيساوي صفر، يعني الكي لازم تكون بين سالب بي وبي. آخر شيء لما الإكس بيساوي كي، خذ لي الإكس بصفر مثلاً، لما الإكس بصفر شو بطلع معك؟ بطلع معك واي تربيع على بي تربيع زائد زد تربيع على سي تربيع بتساوي واحد. هذا كمان إليبس، الإليبس اللي موجود مع عندنا هون بين مين ومين؟ بس أعطوني مواصفات، وبين أي اثنين؟ الواي والزد. الواي والزد، لما تحكي واي وزد معناته أنت وين رح تقطع؟ رح تقطع عند البي وعند الزد. شوفوا لي هذا، هلا بدي أعينكم يا اللي بمشي عليه قاعدة بمر عليه، هذا الإليبس هذا اللي موجود معانا بهاي الطريقة. كل ما دخلت لجوا بصير يصغر، كل ما دخلت بصير يصغر 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 معك في هذه الحالة. فهذا لما الإكس معانا بتساوي صفر أعطاني إليبس، وطبعا مستحيل يكون موجب إلا إذا كانت الكي بين السالب A والA، والفوق مستحيل يكون موجب إلا بين سالب B وB وB. تخيلوا شكل باخذ مقاطع عنا موازي للX axis بطلع لك إليبسز، موازي للY إليبسز، موازي للZ إليبسز، أكيد الشكل إيش بده يطلع؟ هذا الشكل البيضاوي. واضحة كيف في الرسمة معاي؟ إيش بيسموه هذا الشكل؟ بيسموه إليبسويد، إليبسويد بنسميه. أوكي، وهذه هي معادلته. بكفي اليوم إحنا لهون، إن شاء الله بنكمل تفاصيل كتير أكبر شغل بالمحاضرة القادمة على هذا الجزء. أوكي.